الله. تعرف ان انا عندي بنت مثلك؟ كم عمرك؟ 50. هيك 50. والله بتروح المدرسة ولا ما بتروح؟ لا. ليش؟ وانا ما بعرف. ما بسجل. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ ما انا بعرفكم من زمان. من زمان بعرف. كيف تعرفينا؟ احنا بنعرفها من زمان، صورناها من قبل هي واختها. احنا صرنا 5 سنين. مسجل؟ ايه مسجل. لحظة تعال. الله يسامحك. عيد التصوير. انا اسمي غيث. اكثر حركه يا الله. انا اسمي غيث. هيك انا اسمي غيث الحاو، عمري 12 سنه، بدرس مدرسه المناهل من داريه. شو بتحب؟ اقرا. تحب تقرا؟ 12 سنه وتحب تقرا، شنو تحب تقرا؟ اقرا قصص تاريخيه. انا للحين ما اقرا قصص تاريخيه، انت شلون تحب قصص تاريخيه؟ شنو اللي خلاك تحب القصص التاريخيه؟ حب. شنو تحب؟ يعني عطني مثال. هذيلا قاريهم كلهم؟ خالد وليد. الصبي يقرأ كتب تاريخية. السلطان محمد الفاتح، 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. أنا ريال شكبري ما أقرأها. هذا كتاب للكاتب جهاد الترباني. الطفل عبقري، لكن حظه خلاني يكون هو طفل لاجئ. إذا جبت لك ناس وقلت لك علمهم هالمعلومات آلاف. صح. إذا جبت لك آلاف أخليك تكلمهم. بس إذا بسأله كثير ما حد بقدر. نعطيه الكاميرا ونخليه يصنع محتوى وينقل خبرته ومعلوماته من مكانه، هو المكان الملجأ اللي هو عايش فيه بيت ليان. شفت هذه؟ شوف هذه شنو؟ كاميرا. تعرف تستخدم الكاميرا؟ دغري بس العزوان هم اللي يسوي. هذه الكاميرا لك انت تاخذها ومتعلم تصور فيديو، شلون تفتح قناة على اليوتيوب وتكلم آلاف الناس يشوفونك، يمكن ملايين. ها؟ موافق؟ نجرب؟ بنصور أول فيديو حق قناة غيب. اللي ضروري كلكم تسوون له سبسكرايب، راح احط اللينك تحت بالديسكربشن. شنو تبيهم يسوون لك؟ سبسكرايب. يبيكم تسوون له سبسكرايب، مو سبسكرايب. سبسكرايب، كلكم سووا له سبسكرايب. عرفت منتج؟ فشنو لازم نتعلم الحين؟ مونتاج. والحين بنخلي غيث يجهز الاستديو بنفسه. لما هو بنفسه يجهز الاستديو راح يحس بقيمته اكثر. صورك تحكي لنا قصتك؟ شو اسمك؟ احمد. كيف اذا بدي اعمل فوتو؟ عم تصور فيديو بتوقف هذه. يلا احكي معه. انت احكي معه. اول شيء انت احكي بعدين. يلا. مرحبا. اهلين كيفك؟ هلا كيفكم انتم؟ شو اخباركم؟ هاو ار يو؟ مناح؟ انا طلعتي الاولى؟ مين بيروح منكم على المدرسة؟ أنا. البنات مين بيروح على المدرسة؟ أنا. عملت اليوم امتحان؟ نعم. دايكم ورا مو ارجع لورا. ارجع لورا. أنا خلصت. تقدر تحمل هالمسؤولية؟ خلينا نشوف كيف بدك تنقل هالقصص للعالم. شو قلتي؟ بلا شيء. بلا قلتي شيء. شو؟ لا تنسى تعمل لايك شير سبسكرايب. يا سلام. هاي شيء اسمه اليوم اجيتي عنا والجمعة بدك تجي عنا. يوم الجمعة اجي لعندكم؟ ايه. شو اعمل يوم الجمعة عندكم؟ هاي شيء اسمه صورنا. ها؟ وكمان نشوف ابوي. باي. شاركوا معنا وتحطونا على شو اسمه؟